Bismillahi ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamu Rabbi filavun. Ezikullah Rabbi inşallah filavun filana. Amadı Ramazan, amadı l-Quran, amadı l-Qiyam. Yekul khiyar inşallah ezikullah Rabbi filavun filana. Ugezi muthnet filasni afu yarham. İmevlenetini sabbar Rabbi. İmuzan, amadı sivitarat, amadı kikhamet nişfu Rabbi. İnşallah lukuni yekun yifka Rabbi yifka. İnşallah الجهد نتزمورت ان شاء الله انت فغام يقضى اي انت قادم يخضى رمضان والدعوه الى الله الدعوه الى الله مطلوبه في كل زمان وفي كل مكان ربنا عز وجل امر الانبياء بالتبليغ وامر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارسله رحمه للعالمين بتبليغ الرساله فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك رب سبحانه يمرن في صلى الله عليه وسلم باش هذه السيوض رسالة الإسلام خلقت مرة خطر نسى رحمة للعالمين إذا كان الأنبياء يعني الأنبياء السابقون هؤلاء يعني أرسلوا إلى أقوامهم فدعوتهم مؤقت زمانا ومكانا وإنسانا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل لجميع الخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأصل الأصول الجامع بين جميع النبيين والمرسلين التوحيد كما قال ربنا عز وجل في سورة الأنبياء في الآية 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ كل الأنبياء والرسل اللي بعثهم ربي سبحانه عز وجل أرسلهم بعقيدة التوحيد كل واحد يقول القوم نتاعو ربي واحد لا شريك له والنبي عليه الصلاة والسلام كما دلت عليه ذلك تلك الآية التي قرأناها في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه هي عقيدة التوحيد وهي أصل الأصول الجامع بين النبيين والمرسلين أكو يمشي عن ديشي يا ربي إمول هننتلس مرة سولن العقيدة ربي يون أرسى شريك بشي مذانا وسخدمنا لشريك يا ربي سبحانه أكني سنا سينو مذياز إن يس سلعة ذي اللن ذي الزبور الذي يروي ذي تفرفيرا سلعة ذي اللن ذي الطورات إذ يروي ذالين سلعة ذي اللن ذي الإنجيل التجارة وين ثمرا سلعة ذي اللن ذي القرآن يلدين في بوري غلقا إنزل دغف محمد رسول النبي عزيزا يكلن بيا الرسول لكن ملان يويند أين يعنان عقيدة التوحيد ربي وريس عشري وربنا أمرنا نحن جميعا بأن نبلغ رسالة الإسلام إلى الناس بقدر الإمكان وقد قال ربنا عز وجل في سورة النحل في الآية 125 ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أمر من الله أن ندعو جميعا إلى الله لابد أن تكون دعوتنا خالصة لله عز وجل وحده يعني كل واحد منا يبلغ الدعوة بقدر الإمكان إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الأمر قائلا بلغوا عني ولو آية إذن فالدعوة إلى الله كلنا معني بها ولكن ندعو إلى الله كما قال الله بالحكمة والموعظة الحسنة بالكلمة الطيبة وجادلهم بالتي هي أحسن هذا هو منهج الدعوة إلى الله فهو المنهج الذي يستميل قلوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى وين راهي مسلايني مدن في الدعوة إلى الله أسني من الأفرض ربي سبحانه أسني سكن أفرض ربي سبحانه إلى قص الحكمة سوى والزيضان سوى ذمي الهان باش يربح أولا ونقم ذانا
Rabbi Subhanu ve zib'an evrid Rabbi Subhanu zin sida veridin selama urtikindama cam telvith erthim lilith selama Rabbi filhamu.